اهلا بيكم، انا مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو والمجموعه الخامسه. حطني رقم واحد في الانقاصين. خلونا نبدا بالاروخا، خلونا نبدا باسبانيا. منتخب اسبانيا شارك في اليورو في 10 نسخ، اول نسخه كانت سنه 64 اللي استضافتها في اسبانيا وقدر السعاده يتحقق اللقب. وكمان منتخب اسبانيا اهم انجاز ليه في اليورو هو انه خد بطولتين يورو متتاليتين سنه 2008 و2012. اكتر لاعبين مشاركه في اليورو مع اسبانيا هم سيسك فابريجاز واندرياس انيستا الاثنين ب 16 مباراه. الاسبان كمان هيشاركوا في استضافه البطوله على ملعب الكاراتوخا في اشبيليا. الملعب ده نستضيف في مباريات المجموعة الخامسة ومباراة من مباريات دور ال 16. السكواد او قائمة منتخب اسبانيا في اليورو، لو قعدنا نقول الاسماء اللي موجودة في القائمة مش هنخلص من الحلقة دي، فانا حطيت لك دلوقتي القائمة قدامك، اعمل بوست للفيديو وشوف القائمة وشوف كل لاعب فيهم بعد كده تعالى لي. اكيد لاحظت حاجة غريبة في القائمة، ان القائمة فيها 24 لاعب بس. فعلا انريكي جاب 24 لاعب بس في قائمة اليورو، وعلق كمان وقال تصريح عن انه جاب 24 لاعب بس. سألوه في الصحافة لماذا جبت 24 لاعب بس، قال لهم ان انا عايز ادي فرصة لعب لكل لاعب في القائمة، وما لهاش فايدة ان انا اجيب لاعبين زيادة مش هيشاركوا، لان انا عارف ان بالكتير قوي اللي هيشاركوا في البطولة 18 او 19 لاعب. وكمان في ضربة موجعة للاسبان ان بوسكيتس جاله كورونا ومش هيشارك في البطولة. بعد مهرجان الاسماء اللي شفتها في قائمة اسبانيا في اليورو دي، اكيد مستوى طموحاتك ومستوى توقعاتك عالي جدا على اسبانيا، صح؟ بالتشكيل الحالي اللي قدامك، انا مش هقول لك استبعد ان اسبانيا تاخد البطوله، لا، انا مرشح جدا اسبانيا انها تاخد البطوله، وكمان مقتنع ان اي حد في ال 24 فريق اللي هيشارك في اليورو يقدر ياخد اللقب في النهايه. بس اسبانيا ما قدرتش تحقق لقب قبل كده غير وهي في موضع قوه، كان في اسبانيا في عز تالقها قدرت تحقق لقب يورو 2008 ويورو 2012، كانت ساعتها بتاكل الاخضر واليابس. ما فيش قبل كده تقريبا، او ما افتكرش ان منتخب اسبانيا دخل في يورو او دخل في بطوله كبيره مش محطوط عليه الامال، او مش مرشح لللقب، او داخل اللي هو شاركه خلاص مش محطوط عليه امان مثلا اللي هو ده مرشح للقب وقدر ياخد البطوله في النهايه. بس صدقني كل قوه السكواد بتاع اسبانيا لا يعني شيء، لان القوه في المجموعه. لو لقيت المنتخب الاسباني كمجموعه قوي وصلب وثابت، اقول لك ان منتخب اسبانيا ممكن جدا ياخد اللقب في النهايه. انا احب المنتخبات اللي من النوعيه اللي انا ابقى انا المجموعه هي القوه، القوه متمثله في المجموعه، القوه مش متمثله في فرد. والمنتخب الاسباني على مر العصور تقريبا ان القوه بتاعته متمثله في المجموعه. وكمان لويس انريكي مدرب اسبانيا لما كان مع برشلونه كان بيعتمد على الجمعيه اكتر ما بيعتمد على الفرد، فانا جمعيه اسبانيا مخلياني مرشحها انها تاخد اللقب. توقعي طبعا ان هو تاهل اسبانيا من المجموعه، ولكن عندي احساس كده بيراودني ان منتخب السويد ممكن يغلس عليه ويخطف منه الصداره. البلو يلو يعني الاصفر والازرق يعني منتخب السويد. منتخب السويد اللي قعد فتره طويله جدا منحصر في المنتخبات بتاعه النجم الاوحد حتى من قبل بريموفيتش، لكن دلوقتي بقى المنتخب الجماعي اللي القوة بتاعته متساوية ومتوزعة على كل المراكز. السويد شاركت في اليورو 6 مرات، اولهم كان سنة 92 في السنة اللي استضافوا فيها البطولة وقدروا ساعتها يوصلوا للمربع الذهبي. باقي مشاركاتها ما قدرتش تعدي من دور المجموعات ما عدا يورو 2004 ووصلت لربع النهائي وخرج. زلاتان ابراهيموفيتش اكتر لاعب شارك مع السويد في اليورو ب 13 مباراه، وهو كمان الهداف التاريخي للسويد في اليورو ب6 اهداف. تعال اقول لك بعض اسماء اللاعبين البارزه في منتخب السويد واللي اكيد هيعملوا معاهم حاجه وهيصنعوا الفارق. عندهم روبن اولسن الحارس البديل لبيكفورد بايفرتون، وعندهم كمان ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد. وبالمناسبه ليندلوف بعيدا عن مستوى مانشستر بيقلب في السويد، مالديني وبويو الاثنين متجمعين مع بعض. عندهم كمان ايميل كرافت مدافع او باك يمين نيوكاسل، وعندهم قلب دفاع اسمه بونسون يانسن مدافع برينتفورد، هنشوفه السنه الجايه في البريمير ليج، مدافع كويس جدا. وعندهم جناح يوفي كلوسيفسكي وماركوس بيرج مهاجم كراسنودار. وفي لاعب عايز تحط عينكم عليه السنه دي في اليورو، مهاجم ريال سوسيداد ايزاك كان من سنتين بيلعب في دورتموند والسنه دي بيلعب في ريال سوسيداد، لاعب مهم جدا ولاعب تقيل جدا، ولو كان ابراهيموفيتش موجود في اليورو السنه دي كان تقريبا ايزاك مش هياخد فرصه، ولكن استبعاد ابراهيموفيتش بسبب الاصابه خلى ايزاك بقى المهاجم الرئيسي للسويد، واتوقع ايزاك هيعمل موسم او هيعمل يورو ممتاز جدا، فخلي عينك عليه. بالاسماء الحاليه وقوه المجموعه لمنتخب السويدي مخلاني اشوفه انهم خصم قوي، وكمان في 2018 في المونديال من غير ابراهيموفيتش قدروا يوصلوا الربع النهائي.
عندهم فرصة كبيرة يعيدوا تكرار إنجاز 2018، وخصوصا بعد ما وقعوا في المجموعة دي. بعد ما قلت لك الأسامي، شايف كام لعيب بيلعب في أندية مهمة في أوروبا ومتوفر لعيبة كويسة في مراكز مختلفة، وكمان المدرب السويدي يان إنديرسون عارف إزاي يكفر الخصم باستخدامه لكل لاعب في تشكيلته. متوقع صعودهم بأريحية من المجموعة، وكمان متوقع إن السويد هتعمل متفاجأة وهتاخد الصدارة من أسبانيا. النسور بولندا اول مشاركه ليها في اليورو كانت في 2008، ومن ساعتها ما غابتش عن اليورو. شاركت في اليورو 3 مرات، ما قدرتش تصعد من المجموعات في ولا مره غير في يورو 2016، ووصلوا ساعتها الربع النهائي في انجاز يحترم للجيل ده. شاركوا في استضافه نسخه 2012 مع اوكرانيا، والبطوله دي كانت رخصه اعتماد روبرت ليفاندوسكي للعالم كله. اكتر لاعبين شاركوا لبولندا في اليورو ليفاندوسكي وبلاتشيكوفسكي وكمان لوكاس بيتشيك ب8 مباريات لكل لاعب فيهم. بعد اصابه ميليك، اعتقد ان المهاجم بيوتيك هو هيبقى المهاجم الرئيسي لبولندا في اليورو. كنت مستغرب بصراحه ان بيوتيك وجروزيسكي الاثنين ما اتاخدوش من البدايه مع المنتخب اصلا، ودخلوا بعد اصابه لاعبين، ولكن ما زالت بولندا تمتلك بعض العناصر المميزه، ومعاهم عناصر في اليورو دول لامعين مع فرقهم في الاونه الاخيره. عندهم في حراس المرمى تشيزني حارس يوفي، وفابيانيسكي حارس ويست هام، كامل جليك مدافع موناكو السابق وبنفنتو الحالي، ويان بيدانريك مدافع ثاوس هامبتون، زيرينسكي نص ملعب نابولي، وكليخ نص ملعب ليدز، وطبعا قائد المنتخب وافضل مهاجم في العالم روبرت ليفاندوسكي. القايمة حلوة وعندهم كذا لعيب كويس وخبرة وقادرين على الصعود من المجموعات، بس هيتعاملوا ازاي مع السويد واسبانيا؟ ده لغز كبير بالنسبة لي. السويد واسبانيا اتقل منهم، فاظن هيواجهوا صعوبة في انهم يخطفوا مركز من اول مركزين، بس اتوقع بولندا هتصعد من احسن توالد. سلوفاكيا كان جزء من الاتحاد التشيكوسلوفاكيا، وان كان منتخب تشيكوسلوفاكيا كان بيعتمد بشكل رئيسي على لعيبه التشيك، لكن نقول انهم ساهموا في بطوله 76 وحصولهم على المركز الثالث سنه 80. بعد تفكك اتحاد تشيكوسلوفاكيا، سلوفاكيا ما قدرتش توصل لليورو غير يورو 2016، وكمان بعد زياده المنتخبات ل 24 منتخب، وصعدوا ساعتها من دور المجموعات ولعبوا دور 16 ضد المانيا، والمانيا كسبتها 3-0. منتخب سلوفاكيا اتطور جدا كسكواد، وخصوصا في المنطقه الدفاعيه، بيضم في المنطقه الدفاعيه وحراسه المرمى لاعبين امثال عندهم في حراسه المرمى مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ومدافع المتوج بالدوري الايطالي ونجم انتر ميلان سكرينيار، وعندهم كمان بيتر بيكاريك مدافع هيرتا برلين، وعندهم كمان في نص الملعب اسماء قويه. معاه في نص الملعب اسطورتهم مارك هامسك مدافع ونص ملعب نابولي السابق، وبيلعب دلوقتي فريق اسمه جودبرج تقريبا، وعندهم كمان في نص الملعب لوبيتوكا نص ملعب نابولي، ويوراي كوتشكا نص ملعب بارما وميلان السابق، وعندهم جناح كون اندريا دودا. فريق عبيط ومش سهل، ولو اسلوبه دفاعي اقول لك ان المنتخب ده هيبقى من ارخم الفرق في البطوله بصراحه. امكانياتهم الدفاعيه تقيله فعلا، دبروكا حارس نيوكاسل حارس ريخي مسكرينيار من قدامه، فبصراحه دفاعات منتخب السلوفاكي ولو لعب بطريقه دفاعيه هيبقى منتخب رخم جدا، بس بصراحه ما اظنش انهم يعدوا مجموعه كونهم موجودين في مجموعه صعبه شويتين. السويد مع افرا او غير افرا هو فريق قوي اساسا، بولندا وزيلينسكي وليفاندوسكي وبيوتيك وحاجه اخر قله ادب، ومنتخب اسبانيا، وبصراحه مش محتاجين نتكلم عن منتخب اسبانيا، مع اني متوقع ان منتخب سلوفاكيا هيفنش في المركز الرابع، بس برضو عندي وبص حتى 10% كده حاسس كده ان سلوفاكيا لو لعبت باسلوب دفاعي ممكن تخطف مركز ثالث من اي حد من الثلاثي اللي فوق ويصعدوا من المجموعه. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في المجموعه الخامسه وتوقعات للصاعدين. متوقع ان في الصداره يبقى السويد، وبعد اسبانيا، وبعدهم بولندا، وفي النهايه سلوفاكيا. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا. قول رايك انت في الكومنتس، قول كمان توقعاتك للصاعدين المجموعه الخامسه، ولو حضرتك بدا ما تنساش تعمل لايك عشان حاجه توصلك لعدد من الناس، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا تحت، واعمل على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكمان على كوستا عشان الحلقه الجايه. سلام.